صباح النور من جديد مشاهدينا. تشكل الخلافات المالية النسبة الأعلى بين أسباب المشاكل الزوجية، فبين احتياجات المنزل والأطفال والفواتير يسعى الزوجان إلى تنظيم أمورهما المادية، ولكن في المقابل كيف تكون الحياة اليومية مع وجود زوج مسرف، وما هي أفضل الطرق للتعامل معه لتحقيق الأمان المالي دون إسراف ودون بخل؟ عن هذا الموضوع يحدثنا من تونس دكتور أنس العويني الاختصاصي في الأمراض النفسية والجنسية. صباح النور دكتور. بداية، ما الفرق بين الزوج الكريم والزوج المسرف؟ عسلامة، صباح الخير. عسلامة. يشكل بطبيعة الحال الإنفاق والمال يعني أهم يعني ركائز الأسرة، وهو يعني من الحكمة أن يكون الرجل يجيد ويحسن التصرف في المال، ومن الجيد كذلك أن تكون المرأة فيها هذه الصفات. في كثير من الأحيان يخطئ الإنسان في التعامل مع المال، إما بالإفراط وإما بالإسراف الكثير، وإما يعني بالبخل ويعني وقلة الإسراف. الأصل في هذا الشيء أن يرتب الإنسان أولوياته في الإنفاق، أن يكون له أولويات في الإنفاق، أشياء رئيسية ضرورية. ولا ينسى الإنسان أن سلوك الإنفاق هو سلوك متعة، يعني إنفاق المال هو سلوك ممتع، لكن للأسف كذلك إبقاء المال على المال هو سلوك جالب للسعادة إلى كثير من الناس، لأنه يعطيهم الطمأنينة أنهم يعني قادرين على الإنفاق في مرات أخرى. نعم. ثم يصير التأجيل ويتكرر التأجيل حتى ربما يصبح الإنسان يعاني من البخل، وهو قد يكون في بعض الأحيان مرض نفسي يسمى الخوف المرضي من الفقر. نعم دكتور أنس، الزوج المسرف، إذا ما أردنا أن نعود إلى الجذور، إلى التربية، هل يمكن أن يكون لديه معنى مزيف أو ناقص أو قيمة مزيفة وناقصة تجاه المال؟ في الحقيقة الإسراف يعني هو صفة في يعني يحبها الإنسان، يعني إسراف المال يعني يجلب المتعة في كثير من الأحيان للشخص، لكن الحكمة في إسرافه قد تعود إلى التربية بشكل خاص، تربية الإنسان. عندما ينشأ الفرد في أسرة يعني لا يعني تنفق المال في أشياء يعني غير ضرورية، وتنفق المال في أشياء يعني لا يحتاجها، يعني لا تحتاجها الأسرة، وهي في نفس الوقت يعني ليس لها موارد كافية لتقوم بكل هذا الإنفاق، فهذا بطبيعة الحال يصبح يعني تربية غير سوية وغير سليمة، قد تكون من أكثر أسباب يعني الخصام داخل الأسر، حتى أنه في المجتمع التونسي أول سبب من أسباب الطلاق هو سبب يعني الخلافات المالية بين الرجل وزوجته. نعم، إلى أي مدى هذا الزوج المسرف هو زوج لا مبال بشكل عام؟ طيب يعني انفاق يعني الرجل بهذا الشكل هو يعني ليس هو المسؤول الوحيد على الأسرة، كذلك ليس هو يعني الانفاق لن يكون يعني بطريقة منظمة دقيقة جدا جدا. يرتب الإنسان أولوياته ثم يقوم بالانفاق. عند كل شخص منا يعني الرجل كان أو المرأة ضروريات وواجبات عليه أن ينفقها وعليه أن يقوم بها، ثم يعني الفائض يعني في مرتب كل شخص منا فله الحق في أن ينفقه. قد يعود هذا إلى شخصيته، إلى تركيبته النفسية، بحيث أن يكون الإنسان يعني ليس له حدود يعني اجتماعية وليس له حدود دقيقة في تصرفاته. قد يعود هذا إلى شخصه، قد يعود إلى هوس بالإنفاق، قد يعود إلى المكابرة والتفاخر في الإنفاق، قد يعود كذلك مثل ما ذكرنا إلى يعني تربية غير سوية وغير سليمة وعلاقة غير سوية بالمال وبالإنفاق، بسلوك الإنفاق. وتدل أيضا على لا مسؤولية لدى الزوج. هذه اللا مسؤولية هل هي سبب أساسي من أسباب الخلافات الزوجية؟
بطبيعة الحال نعم مثل ما ذكرت يعني تكون هي سبب رئيسي وسبب أساسي. قد يوصف الرجل بلا مسؤولية ولكنه في الحقيقة سوء تصرف، لأنه يجتهد من أجل جلب المال وهو وينفقه للأسف في غير محله، وتكون هناك أولويات وأشياء رئيسية وضروريات للأسرة لتقوم الأسرة لا يستطيع القيام بها بسبب كل هذا الإسراف. إذا كان الإسراف على عائلته فتكون هناك يعني قلة حكمة في وقلة يعني تأقلم وتكيف مع يعني إنفاق المال، أما إذا كان على نفسه فقط فهذه في الحقيقة قد تعود إلى أنانيته وتعود وقد تكون بطبيعة الحال يعني صفة سيئة جدا قد تكون غير محتملة لسوء الحظ. نعم. طيب شخصنا الحالة، قبل أن ندخل في الحلول نود لو سمح الدكتور أنس أن نأخذ مشاركة من مشاهدة وفية لنا من عمان اسمها ميسون الشرابشة. ميسون تقول صباح النور يعطيكم العافية، شكرا يا ميسون لمشاركتك. عندي سؤال خاص لو سمحتم. مشكلتي مع زوجي هي عاداته بالإنفاق وصرف المال دون حساب للمستقبل، مع العلم أننا نعمل كموظفين لا نشكو ضيق الحال ولكن لا نملك ثروة أيضا، كيف أتصرف معه دون أن نختلف؟ يعني مشاركة ميسون هي باب السؤال عن الحلول، كيف تتصرف مع زوجها؟ ويبدو أنه في مشاركة بالإنفاق لأن موظفة كما أشارت. نعم، لهنا يعني علينا بداية أن نتكلم على الإنفاق، علينا أن تكون بنا حوارات على الإنفاق حتى من قبل الزواج، لأن هذه مسألة رئيسية وضرورية وقد تحدد مصير الزوجين وقد تحدد مصير هذا الزواج. فإذا كان الإنسان يحسن التصرف في المال لا بالإفراط ولا بالتفريط فهذا في الحقيقة يعني صفة طيبة جدا وصفة حسنة جدا قد تكون من أهم أسباب يعني الزواج. نعود إلى السؤال الآن مباشرة، إذا كان الرجل يعني والمرأة يعني يشتغلان أو حتى الرجل وحده يعني الزوج وحده يشتغل، فمن الضروري أن تتحدد الواجبات والمسؤوليات في الإنفاق، ثم إذا كانت هناك فوائض فإلى كل واحد يعني من الزوجين الحق في أن يتصرف في ماله مثل ما يشاء، هذا بعد أن يؤدي واجباته يعني وكل ما هو ضروري وأساسي يعني في العائلة وفي الأسرة بما يخص العائلة والأبناء، لأنه ليس من حق كل واحد فينا أن يتحكم في إنفاق الآخر إلا بطبيعة الحال إذا تجاوز يعني واجباته وإذا قصر في الإنفاق على الأشياء الضرورية والواجبة في الأسرة، لأن هذه في الحقيقة صفة يحبها الإنسان وهو سلوك متعة وسلوك جالب كذلك يعني للسعادة عند الشخص. إذا أتم واجباته فمن حقه الإنفاق دون أن يتدخل الرجل في المرأة أو أتدخل المرأة في الرجل. نعم. طيب تدبير المال لتجنب تدمير المنزل، هذا التدبير كأنه منعطيه وصم جندري بعض الشيء في مجتمعاتنا العربية، يجب أن يكون تابعا للرجل، الرجل هو المدبر أما المرأة بالإجمال هي منفذة خاضعة ضعيفة، هذه هي للأسف أشكال الوصم الجندري لدينا. هون كأنه ميسون حلت نص المشكلة، هي موظفة كمان وهي عم بتشارك بالإنفاق في المنزل، إلى أي مدى هنا يفترض أن يكون الرجل متواضعا ويعترف بضعفاته، يعترف بصعوبة الإنفاق ويتشارك هذه المهمة مع زوجته؟ كلامك صحيح توني، قد يتصف الرجل العربي أو ربما الرجل في العالم بإسرافه وإنفاقه أكثر من حكمة المرأة في التدبير وفي الإنفاق وفي إدارة الأسرة من الجانب المالي. ربما لا نشاهد هذا في المجتمعات في مجتمعنا التونسي على الأقل، المرأة هي التي يعني تنفق على البيت، الرجل ربما يجتهد كثيرا في الكسب وفي جلب المال إلى بيته. هناك مسؤوليات قد تتحدد للمرأة وهناك مسؤوليات قد تتحدد للرجل. الإنفاق على الأسرة ربما يعود في أغلبه لأن هناك مسؤوليات ربما تحيط بها المرأة أكثر من الرجل، وهذا يعود إلى ثقافة كل أسرة وثقافة كل مجتمع.
لكن بطبيعة الحال إذا كان الكسب للاثنين أو حتى الرجل فقط هو الذي يشتغل، فالمرأة تكون هي ربة الأسرة وهي المسؤولة على الإنفاق، وهي مسؤولة في كثير من الأحيان على الإطعام وعلى نظافة البيت وسلامته. يتشاركون حتى تكون هناك يعني الحكمة، ويكون الرأي الأفضل هو الذي يسيطر، ويعني وتكون النتيجة طيبة. لكن في الأصل المرأة هي التي تحسن تسيير أسرتها، وهي التي تخطط وتخمم يعني ولها تدبير عميق في العادة على مستقبل الأسرة وعلى آفاقها، وتستطيع أن تنفق يعني حسب نظرية الأولويات. نعم، في دقيقتنا الأخيرة دكتور أنس، تحدثت عن الحوار والاعتراف بالمشكلة بين الزوجين، نصيحة أخيرة لتفادي تأثير إنفاق الزوج المسرف على العائلة بشكل عام. نعم، يعني بداية يعني من حق كل واحد فينا أن ينفق ماله يعني مثل ما يشاء، هذا كسبه وهذه متعته في الحياة. عليه أن يسبق يعني أولوياته، عليه أن يعرف أولوية الإنفاق، عليه أن يعني يخطط للمستقبل، عليه أن يأخذ برأي زوجته، عليه أن يعطيها مسؤولياتها في البيت، مسؤولياتها يعني في الإنفاق، وأن تكون هي المسؤولة على ذلك. من بعد ذلك يستطيع أن يتصرف وأن يتحكم في ماله. يعني الحوار هو مسألة رئيسية يعني قبل الزواج وبعد الزواج في كيفية الإنفاق وفي الحكمة التي ينفق فيها الشخص ماله، لأن لسوء الحظ هي من أكثر أسباب الخلاف بين الزوجين. نعم، وربما كسر المحرمات أيضا، والاستعانة بخبير مالي أو حتى نفسي مثل الدكتور أنس العويني. دكتور أنس دايما بتنورنا، نذكر بأنك اختصاصي في الأمراض النفسية والجنسية وتحدثنا من تونس. شكرا لك برشا.